فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا وصلتني رسالة في الجوال فيها السلام عليكم ورحمة الله، يقول: هل يجب علي أن أرد السلام كتابة أم يكفي أن أنطق وهو ليس عندي؟ وهل أحصل إذا رددت على 30 حسنة؟ ما هو بلازم أن رد السلام يكون كتابة، يكون بالقول. إذا سلم عليك أحد في الكتاب أو في التلفون فإنك ترد عليه السلام، أو في خطاب. نعم.